خلونا نروح لخبر تاني يمكن متعلق باللي انا كنت بقوله لكم لسه من شويه، هي قدره المصريين على صناعه المعجزه. المصريين طول الوقت قادرين على صناعه المعجزات، طول الوقت المصريين لا يتوقفون، مفيش حاجه بتقف قدام المصريين ومفيش حاجه المصريين ما يعرفوش يعملوها بالمناسبه. فيتم افتتاح مصنع، ما لازم اقول الماركه بقى، سامسونج، لتصنيع التابلت وتحديدا للاغراض التعليميه. دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معانا على التليفون، مبروك افتتاح المصنع يا دكتور. ربنا يخليك يا فندم، بس انا عايز يعني ادقق المعلومه عشان الساده المشاهدين، هو خط انتاج جديد داخل مصنع قائم بالفعل، تفقدناه تمهيدا لافتتاحه. يعني ده خط الانتاج اللي هو في المصنع اللي كان معمول في بني سويف. بالظبط، هو المصنع هو اصلا معمول لانتاج التلفزيونات. اليوم تفقدت مع زميلي وصديقي معالي وزير التربيه والتعليم دكتور طارق شوقي خط انتاج جديد لانتاج الحواسب اللوحيه من شركه سامسونج، ان شاء الله يفتتح قريبا باذن الله. مساهمتنا في هذا الانتاج قد ايه؟ يعني في المكون بتاع التابلت تقريبا كام في الميه؟ 50% تقريبا. هل هي متعلقة الـ 50% بالهاردوير بتاع التابلت ولا كمان بالسوفت ويرز وبالنوهاو أو التكنولوجيا بتاعتك؟ الاثنين الحقيقة، وأنا بشكر حضرتك على هذا السؤال، لأن هو أهم ما في الموضوع، أن هو ليس تجميعا لحاسب لوحي جديد، لأنه الحاسبات اللوحية التي تجمع في مصر قائمة منذ فترة، ولكن احنا نتحدث عن تصنيع حقيقي تبلغ نسبة القيمة المضافة فيه 49%، يعني إن شئت الدقة 50% تقريبا، في المكونات المعدات الهاردوير، وايضا في تطوير البرمجيات الموجوده اللي بنسميها البرمجيات المدمجه او الامبيدد سوفت وير الموجوده داخل الجهاز. طيب دكتور عمرو، يمكن في ناس كتير تقعد تتكلم على انه احنا كمان لازم نعمل ماركه بتاعه تابلت او ماركه موبايل خاصه بينا وتبقى 100% تبقى مصريه، وده اقتصاديا ما هوش ضرورة ولا حاجة يعني، بس اللي أنا بسأله بقى هنا، إيه اللي موجود في البايب لاين متعلق بقدرة مصر على إنتاج النوهاو التكنولوجي؟ ده اللي احنا كنا بنعاني منه زمان، إنه الأجانب بيطلعوا روحنا علشان يدولنا ولو ربع سر واحد من التكنولوجي اللي بنقدر نقوم بيها بتصنيع شيء ما. تمام يا فندم، هو دايما مش حد بيعمل حاجة 100%. صح، فما فيش تصنيع 100% في اي حته في العالم، والدول كلها بتتكامل وكل دوله بتسعى انها تزيد من القيمه المضافه، لكن ما حدش يوصل 100% لانه في مواد خام وفي يعني معارف وعلوم مختلفه وفي تقنيات مختلفه تتطلب تعامل وتكامل. احنا بنختار التخصصات والروافد اللي نقدر نحقق فيها قيمه مضافه بشكل تنافسي. لذا اخترنا مجموعة من العمليات التقنية والتصنيعية اللي بتجرى على الحاسب اللوحي انتاجه، زي ما قلت اللي بتبلغنا حوالي 50% في القيمة المضافة. نسعى الآن إلى التخصص في التصميم الإلكتروني، وهذا أمر في منتهى الأهمية. حلوة. أن لدينا قاعدة من الشركات المصرية وأيضا العالمية العاملة في مصر، قاعدة محترمة جدا في متخصصة في مجال تصميم الدوائر الإلكترونية. ده مجال في منتهى الأهمية لأنه قيمة المضافة عالية، ولدينا قاعدة نستطيع أن نبني عليها وننميها ونطورها لنكون دولة ذات شأن في مجال تصميم الدوائر الإلكترونية لمختلف الأجهزة. الاقتصاد مش هقول بقى القادم الذي بدأ في العالم هو اقتصاد المعرفي، التكنولوجيا، النو هاو. هل احنا، وهنا بقى انا بأكد على مسألة البايب لاين، يعني في الطريق كده، هل نقدر ناخد تصريح من دكتور عمرو طلعت على انه احنا قاب قوسين او ادنى من بالمصطلح سيليكون فالي مصري؟ اقدر اقول ان احنا يعني نسير بخطوات جادة وعلمية وسريعة لبناء قاعدة واسعة من الكوادر المتدربة على تقنيات متعمقة في روافد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذه القاعدة من الكوادر تمكننا من أن نخطو خطوات أوسع في كافة تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها التصميم الإلكتروني والتصنيع الإلكتروني، جذب شركات عالمية لإقامة مراكز تعهيد في مصر تصدر خدمات رقمية منها، وهكذا.
عظيم جدا. دكتور عمرو انا بشكرك جدا ومبروك على خط التصنيع الجديد. كل الشكر لحضرتك دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فهمتوا بقى اللي انا عايز اقوله؟ هي دي المسألة. ايه سيليكون فالي لمن لا يعلم يعني؟ وهي مسألة بقت خلاص معروف، هي فكرة وادي السيليكون ده اللي موجود في امريكا. هو ده اكبر تجمع صناعي تكنولوجي، يعني اكبر مكان موجود في الولايات المتحدة الامريكية، بل هو كمان عمليا هو الاكبر على مستوى العالم من حيث القدرة الانتاجية على الابتكار التكنولوجي. ناس كلها شغلها تبتكر تكنولوجيا، يعني الانترنت طلعت من هناك، جوجل طلعت من هناك، المحركات البحثية المختلفة، الشركات المختلفة اللي بتشتغل على الابليكيشنز الشهيرة، كل ده هو ده اللي خرج من جوه ما نطلق عليه سيليكون فالي في الولايات المتحدة الأمريكية.